مساء الخيرات. اليوم أنا وإنتو راح نكون في الولايات المتحدة، راح نسمع تفاصيل قضية غريبة جدا صارت في الولايات المتحدة. المميز فيها إنه الشخصية الرئيسية هي من أصول عربية لبنانية، مليونير معروف جدا. تفاصيل مثيرة، لكن كالعادة بعد الفاصل خلال، وأكيد ما حتنسوا اللايك، الاشتراك في القناة، نشر رابطها، وكمان تعليقاتكم الجميلة واللطيفة. نسمع. وراح أبدأ بإني أعرفكم على هالرجل الموجود أمامنا، كامل أمين قاسم. هو بينادوه كيسي، أو هو بعد فترة غير اسمه لكيسي. مواليد 27 أبريل من عام 1932. والده والدته من أصول لبنانية درزية. والدته كان اسمها هيلين، والده أمين قاسم. هلا هو سموه على اسم أكيد بتعرفوه كلكم، مصطفى كمال أتاتورك. ليش سموه على هالاسم؟ لأنه والده كان يعمل في مجال السياسة ويحترم هالشخصية السياسية. والدة كيسي كانوا يعملوا في مجال الجروسريز زيهم زي الكثير من العرب هناك. هلا يقال إنه الوالد والوالدة كانوا يمنعوا الأولاد إنه يتحدثوا اللغة العربية داخل المنزل، لأنه بدهم إياهم يكونوا أمريكان بمعنى أمريكان. كيسي واللي تربى على إنه يكون أمريكي، لما يكون بفترة الهاي سكول بيبدأ يغطي الأحداث الرياضية داخل المدرسة، يغطيها إعلامياً. هو كان مميز جدا في صوته، بتعرفوا برامج الإذاعة المدرسية كان يشارك فيها جميعا، وحتى لما راح على الجامعة استغل مهارة هالصوت عنده وبدأ يعمل في مجال رواية برامج الأطفال. على كل الأحوال بفترة من فترات حياته بيروح على الجيش الأمريكي. خلال فترة وجوده في الجيش الأمريكي بيكمل بنفس المجال ونفس الشغف. بعد ما تنتهي مدة خدمته بيرجع لميتشيغان، يبدأ العمل في ديترويت في مجال الدي جي. هنا بيتعرف عليه واحد من أعلام الراديو في هذيك الفترة، كان اسمه ديك كلارك. بيبدأ هالشخص زي ما نحكي يتبناه لكيسي، وبيدخل كيسي هالمجال من أوسع أبوابه. بياخد بعض الأدوار في التمثيل، بيبدأ يقدم برامج، لكن أكثر شيء كان يميزه هو صوته. صوت صراحة جميل جدا، حابة أسمعكم يعني هالصوت مش غلط. At number two, second week in a row on American Top 40, 46-year-old Anna Mae Bullock. Professional name? Tina Turner. And typical male. Now, before we hear the new number one song, let's check out the number ones on Billboard's other charts. Number one on the album chart is Slippery When Wet by Bon Jovi. Number one on the country chart is Cry by Crystal Gayle. Number one on the soul chart is Shake You Down by Gregory Abbott. أيضا بفترة من فترات حياته بياخد دور شخصيات كرتونية، ما بعرف، في برنامج اسمه سكوبي دو، بيحكوا انه انتشر بفترة من الفترات. هو بياخد شخصية شاقي بهالمسلسل الكرتوني. هاي أكثر شيء مهم هو اشتغل فيه على مدى 28 عام، وهو يمثل شخصية شاقي. بيبدأ العمل أيضا في البرامج الإذاعية، وخصوصا هاي البرامج اللي كانت تعرض الأغاني. يقال إنه كان صوته موجود في منزل وغرفة نوم وسيارة معظم الأمريكيين بصوته طبعا. يقال إنه دائما كان ينهي برامجه بعبارة جميلة جدا، إنه خلي أقدامك على الأرض لكن أوصل السماء. على كل الأحوال بيبدأ عمله في بعض البرامج الكرتونية.
في مرة من المرات بعد سنتين بيعرضوا عليه شخصية المفروض إنه هي تمثل الشخصيات العربية، بتكون شخصية سيئة. بيسأل المسؤولين عن هاي البرامج إذا هم عندهم شخصيات عربية أخرى، بيعطوه شخصية عربية أخرى لكن كمان شخصية سيئة. هنا بيعتزل مجال إنه بتعرفه هو كان ياخد أصوات هاي الشخصيات، بيتخلى عن هالمجال أو هالناحية من العمل. سبحان الله، لازم تظهر أحيانا هيك العروبة، يعني جزء منها يظل موجود داخل الإنسان. خلال مسيرته المهنية جمع ثروة ما كانت ثروة بسيطة أبدا، يقال إنه ثروته كانت تصل $100 مليون. هلا كان معروف عنه لهالإنسان اللي من أصول عربية إنه يعمل في مجال السياسة، كان عضو في الحزب الديمقراطي الأمريكي. كيسي حاول كأمريكي من أصول عربية إنه يجمع العرب الموجودين في أمريكا على بعض القضايا، من ضمن هاي القضايا اللي حاول إنه يعني يتخذوا موقف العرب فيها هي قضية غزو إسرائيل للبنان في العام 1982. أيضا في موضوع حرب الخليج هو كان عامل زي حملة يحاول يحكي فيها إنه ينهوا الخلاف بالطرق السياسية. أيضا يقال إنه كان له مواقف جيدة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، حاول إنه يعمل زي ورشات يحكوا فيها عن الصراع العربي الإسرائيلي في أمريكا، ونترك الأمور السياسية ومواقفه والروح لحياته الشخصية اللي ما كانت سهلة أبدا. هو تزوج من سيدة اسمها ليندا مايرز في العام 1972، لكن صار الطلاق في العام 1979. ثمرة هالزواج كانوا 3 من الأولاد، مايك، جولي، وكيري، قاسم. بعد طلاقه من زوجته بيتزوج مرة أخرى في العام 1980، بتزوج من هالسيدة الموجودة أمامنا واللي اسمها جين ثومسون. هي كانت تعمل في مجال التمثيل لكن أدوار بسيطة جدا. بالفترة اللي تزوجها فيها هي كانت تعمل سكرتيرة، بيتعرف عليها، بصير الغرام والحب، بيتزوجوا بعد عام واحد فقط في واحد من أفخم الفنادق في منطقة لوس أنجلوس. لما تزوج كيسي من جين كانت أصغر منه ب22 عام. هي بتحكي عجبها صوته، عجبها أسلوبه، أنا بحكي لكم عجبتها فلوسه. تخيلوا في العام 1989 بيشتري لها هدية عيد ميلادها قصر فخم جدا في منطقة لوس أنجلوس. في العام 2013 طبعا هم بيعيشوا بهالقصر اللي هو كيسي مع جين وبنتها، بالمناسبة هم عندهم بنت واحدة اسمها ليبرتي من هالزواج. في العام 2013 بيعرضوا القصر للبيع، تقدر قيمته $43 مليون. وانتوا عاد تخيلوا اذا قيمة القصر اللي بعيشوا فيه 43 مليون، ما بالكم بالامور الاخرى. الان اولاده كبار لكيسي، بتبدأ الخلافات المالية بين اولاده وزوجته وهو ما زال على قيد الحياة للأسف. وخليني أعطيكم بعض المعلومات عن أولاده لكيسي. في عندي جولي كيسي واللي تعمل مساعدة طبيب، بتحكي إنه والدها كان مصر على إنه يعلمهم بطريقة جيدة، كل واحد يكون عنده بتعرفوا شهادة ومهنة ويمشي في حياته. بنته الكبيرة واللي اسمها كيري هي كانت تساعده في عمله، بتعرفوا برامجه الإذاعية وغيره. ما زالت تشرف على الاستديو اللي كان يعمل فيه.
ولأنه هي عملت لفترة طويلة مع والدها بدأت تتجه نحو التمثيل، أيضا عرض الأزياء بالإضافة للبرامج الإذاعية، يعني هي أخذت موهبة والدها. أيضا الابن واللي اسمه مايك اتوجه نحو نفس الاتجاه، بدأ يعمل في مجال الإذاعة، عنده برنامج خاص في منطقة سنغافورة، ترك أمريكا وراح على سنغافورة. والله خطوة جميلة يا مايك. الآن زي ما حكيت بتبدأ الخلافات على الأمور المالية، لكن بحسب كلام جين إنه الخلافات بدأت من زمان زمان، من أول ما فكر إنه والدهم يتزوجها. جين بتدعي إنه زواجها من والد هالأطفال هو اللي عمل المشاكل، بدوا يكرهوها فقط لأنه تزوجت والدهم. أنا بحكي هم كانوا أصغر من إنه يفكروا بهاي الطريقة. على كل الأحوال بيوصل عمره لكيسي 75 عام بهاي الفترة، وللأسف الشديد كيسي بيبدأ يعاني من مرض الباركنسون وأيضا مرض آخر مرتبط هو بطريقة أو بأخرى بالباركنسون، واللي هو جسيمات لوي. للأسف الشديد هالشيء صعب جدا على كبار السن. أعراض التدهور الصحي بتبدأ عنده لكيسي في بداية العام 2009، لهيك بيترك العمل، بيترك مجال الإذاعة وبيبدأ يحاول يعيش حياته بطريقة هادئة مع زوجته مع أولاده، إلا إنه بتبدأ المعارك، وأكيد عارفين شو هي المعارك، معارك مادية بحتة. جين بتدعي إنه أولاده بيعتبروه زي ما نحكي ATM ماشين أو مصدر للأموال، لهيك هو بقرر حسب كلامها طبعاً في العام 2012 إنه خلاص يرفع عنهم أي مساعدة مالية. بتحكي بعد ما تصرف الوالد بهاي الطريقة هم انقلبوا تماما عليها وبدوا يعاملوها بطريقة سيئة. في المقابل الأولاد بيحكوا أبدا هالكلام غير صحيح، هم كلهم يعملوا عندهم مصادر دخل وما كان والدهم يساعدهم ماليا زي ما هي بتدعي. هلا هو مريض بيعاني من مشاكل صحية، جين بتعزله تماما عن أولاده، أولاده بيطالبوا إنهم يشوفوه ويحكوا معه يطمئنوا عليه، هي بتدعي إنه وجودهم بيأثر على صحته، بتدهور معنوياته وبالتالي ما بدها أي حد من أولاده يشوفه. في المقابل الأولاد بيدعوا إنه هي بتعزله عنهم بتبعده، حتى في النهاية تنفرد بجميع أمواله وثروته، لقوا كمان إنه هي بتعامله بطريقة سيئة، ما بتعطيه العلاج والعناية اللازمة حتى تنتهي حياته وتاخد كل أمواله. جين بتدعي إنه في العام 2007 أولاده استدرجوه من القصر اللي هو بيعيش فيه، كان في وضع صحي سيء، عامل عملية، وكان يعني عايش على الأدوية بهذيك الفترة، أخذوه على واحد من الاستورات، وقع على وثيقة بتحكي إنه هم مسؤولين عن رعايته في حال إنه كان مريض ويحتاج لرعاية صحية. هي بتدعي إنه انضحك عليه، هو ما بده إياهم، بده إياها هي تهتم بأموره الصحية. ولما نوصل للعام 2013 تبدأ أموره الصحية تنهار بشكل واضح جدا، بيبدأ أولاده يتدخلوا، المفروض إنه هم المسؤولين عن أموره الصحية، هي رافضة للموضوع تماما، هي اللي بدها تشرف على كافة التفاصيل، مين يزوره، أي مصحة، أي مستشفى، مين يعتني فيه، وبتعرف عاد الآن المعارك. يعني تخيلوا بناته يحاولوا يروحوا يزوروه ويطمئنوا عليه، ما تسمح لهم جين،
هي بتدعي أنه كانت خايفة من بناته على حياتها وعلى حياة بنتها وحتى حياة والدهم اللي هو زوجها. بتدعي أنه في مرة من المرات رن التليفون، لما ردت على التليفون سمعت صوت قوي جدا، ما كان صوت شخص، هو صوت رصاص. بيسألها المراسل الصحفي: طيب خبرتي رجال الشرطة؟ بتحكي له: أنا خبرت المحامي اللي يخصني. بتبدأ تدعي أنه أحياناً كانت البوابة الخارجية للقصر تتعرض للاعتداء، مرات يأخذوا الميل اللي يخصها، وسوالف غريبة عجيبة يا جماعة. إذا بدت هناك بين أفراد العائلة مصيبة مصيبة، عن تجربة بحكي، بتتدمر عائلات كاملة. على كل الأحوال البنات بدهم يشوفوا والدهم جين منعهم، بيبدوا يتواصلوا مع رجال الشرطة حتى يروحوا يطمئنوا عليه. بيروحوا أكثر من مرة وبيكونوا متأكدين إنه هو بصحة جيدة. يعني تخيلوا الأمور لحد وين بتوصل. في مرة من المرات واحدة من بناته بتاخذ مجموعة من الأشخاص المحتجين، بيبدوا يحتجوا أمام القصر، بدهم يدخلوا، بدها تدخل تشوف أبوها وممنوع عليها الدخول. مين اللي مانعها؟ جين وبنتها. يعني الصراحة ما بعرف كيف بيعطوها، أو هي بتعطي نفسها الحق إنه تمنع أولاده يزوروه. على كل الأحوال هي بتكون واضعيته في مصحة، لا وكمان تحت اسم مختلف. في النهاية بيوصل الأولاد لهالمصحة وبيوصلوا لوالدهم. لما تعرف جين إنه هم الآن بيعرفوا مكان وجوده، اللي بتعملوا يا جماعة شيء غريب جدا. الساعة الثانية والنصف صباحا بتاخد سيارة SUV بتروح على المصحة، بتحكي لهم إنه بدها تاخد زوجها على مكان آخر. بيحكولها هو تعبان، هو مريض، بحاجة لرعاية طبية. بتحكي لهم: أنا معي سيارة إسعاف جاهزة وفي انتظاره. لا بيكون معها سيارة إسعاف ولا شيء، بتضعوا بها السيارة اللي هي SUV وبتغادر المكان بدون حتى بتعرفوا هدول كبار السن بيكون عندهم أنابيب تغذية وغيره، بدون أي شيء بتاخده وبتغادر. مباشرة الطبيب اللي بيكون مسؤول عنه بيكتب تقرير طبي بيحكي فيه إنه حياة هالرجل في خطر إذا غادر المكان، بيخبر رجال الشرطة وبيخبر أولاده. وتخيلوا الآن هالأولاد يبحثوا عن والدهم، لا هم لا رجال الشرطة لا إدارة المستشفى عارفة وين موجود هالرجل العجوز. وهاي الأحداث اللي إحنا بنحكي فيها صارت في العام 2014. الآن أولاده بيتوجهوا للوسائل القانونية، لوسائل الإعلام، اللي هم بنات ومين اللي ابنه موجود في سنغافورة. بدهم يعرفوا وين والدهم، شو وضعه الصحي، ما عندهم أي معلومات، لا هم ولا رجال الشرطة. بيدعوا بناته إنه هم توسلوا إلها: خدي كل شيء، خدي الفلوس، خدي القصر، بس أعطينا والدنا. ما رضيت حتى تكشف عن المكان اللي أخذت هالرجل المريض واللي في حالة سيئة عليه. وما بعرف إذا أنتوا فاهمين شو الصراع الآن. هلا هي بتدعي إنها خايفة عليه منهم، هي أخذته من المصحة حتى ما ينهوا حياته. في المقابل هم بيحكوا إنه هي أخذته حتى تملي عليه بعض الأمور وتكون كل أمواله إلها. البنات بيحكوا إنه والدهم وقع على الباور أوف أتيرني اللي هي الوكالة، إنه هم يكونوا مسؤولين عن أموره الصحية، لأنه كان يخاف منها لجين بطريقة غريبة، يحكي عنها إنه هي إنسانة مجنونة. أهلا لما يسألوا البنات: طيب ليش ما رحتوا عند محامي وعملتوا هاي الوكالة بشكل رسمي؟ بيحكوا إنه هو كان يخاف منها، يخاف إنه تعرف بزيارته للمحامي، لهيك راحوا على مكتب بريد وإجا كاتب العدل عندهم هناك وعملوا هاي الوكالة.
وفي العام 2014 لما يختفي والدهم بيستأجروا محقق خاص، بدهم يعرفوا وين راح والدهم. بتكون المفاجأة إنه زوجته نقلته على متن طيارة خاصة على بعد 1100 ميل تقريبا، ودته على سياتل. تخيلوا، وهو بحالة صحية سيئة جدا. هلا هي بتدعي إنه بدها تبعده عن هالجنون، عن مشاكل أولاده، لهيك أخذته على سياتل. في المقابل أولاده بيحكوا لا، إحنا بدنا نشوفه، بدنا نشرف على أموره الصحية. وتخيلوا عاد الجنون. جين بتدعي إنه هي جابته على هالبلدة الصغيرة اللي هي سيلفرديل حتى يمضي أيامه الأخيرة بهدوء، بعيدا عن جنون بناته، مشاكلهم، وحتى هي تعتني فيه بشكل جيد. بيبدوا يبحثوا إذا فعلا كانت تعتني فيه أو لا. المفروض إنه هو رجل تعبان جدا يكون موجود في المستشفى، ما يكون موجود في البيت. على كل الأحوال بنته اللي اسمها كاري بتاخد أمر من المحكمة بإنه يرجع على LA. شوفوا هالبهدلة اللي تبهدلها كيسي. بتاخد أمر المحكمة، بتسافر على واشنطن، وبتاخد رجال الشرطة حتى يحملوا والدها ويرجعوه على المستشفى اللي المفروض يكون فيه في منطقة LA. هون يجن جنونها لجين. بيوصلوا هالبنات مع سيارة الإسعاف مع رجال الشرطة على المكان الموجود فيه والدهم. بدهم ياخدوا والدهم يرجعوه معهم على المستشفى. بتبدأ تتصرف بجنون. جين بتتصل على رجال الشرطة، لا وكمان بتبدأ تركض ورا واحدة من بناته، بترمي عليها قطعة من الهامبرجر الني. بتحكي لها إنه أنا الآن أتبع تعليمات الإنجيل. هالشيء دليل على إنه هي فعلا مجنونة، مجنونة رسمي. بتبدأ تحكي أشياء غريبة بأنه هي رمت قطعة هاللحم واستبدلت فيها زوجها خرابيط غير عادية، دليل على أنه وضعها العقلي فعلا سيء، وممكن يكون زوجها خايف منها. يعني بيتحول المشهد لمسرحية مؤلمة جدا. بتبدأ بنته تصوره وهو يتألم. هالسيدة اللي اسمها جين بتحكي هو بيتألم لأنهم بدهم ياخدوه، وهو يا علي ضايع بين بناته وزوجته. طبعا يا جماعة لما وصلوا إله كان في حالة صحية سيئة جدا، كان عنده تقرحات كبيرة في جسمه، كان عنده التهابات بول، شيء غير عادي أبدا. رجل عجوز ويبدو أنه فعلا ما كان يتلقى العناية المناسبة. تخيلوا خلال هاي الفترة اللي هم بيحاولوا البنات ياخدوا والدهم، هي بتستدعي مجموعة من جماعة الدراجين، يبدو أنهم بخصوا الممرضة اللي تعمل عنده، بدهم بالقوة يمنعوا هالرجل من أنه يروح على المستشفى. في كل الأحوال أخيرا بياخدوه على المستشفى. لما يوصل هناك زي ما حكيت وضعه الصحي صعب جدا، بيبدأ علاجه بالمضادات الحيوية، لكن التقرحات اللي عنده كانت واصلة مرحلة أكثر من صعبة. الآن هو موجود في المستشفى، المفروض إنه جين مسموح لها تزوره. هلا بحسب كلام بناته هي ما زارته أبدا، لا هي ولا بنتها. هي بتدعي إنه البنات ما كانوا يسمحوا لها تزوره. المفروض إنه هي تزوره في أوقات ما يكونوا هم فيها بالمستشفى. واضح إنه هالسيدة اللي اسمها جين في عندها أشياء غير صحيحة. الآن هو موجود في المستشفى، إحنا في شهر جون من العام 2014. بناته أخيرا بيتخذوا قرار إنهم يرفعوا عنه أجهزة دعم الحياة، لأنه بيحكوا هاي كانت رغبته. هو وصاهم إذا وصل مرحلة هو تعبان، هو غير قادر على إنه يعني يتواصل،
يكون بصحة جيدة إنه هم يتصرفوا، بيتخذوا القرار وبيرفعوا عنه الأجهزة. على كل الأحوال بتاريخ 15 جون من العام 2014 أخيراً كيسي بيتوفى داخل المستشفى، بيكون عمره فترتها 82 عام، وإحنا بنفكر إنه انتهت المشكلة لا وين تنتهي. حتى الآن على جثمان الرجل بتبدأ المعارك وبتبدأ الاتهامات بين الطرفين. البنات بيدعوا إنه جين أهملته صحياً، وصلته لحالة صحية صعبة هي اللي كانت السبب في وفاته. في المقابل هي بتدعي إنه قرارهم بإنه يرفعوا عنه الأجهزة هي السبب في الوفاة. كيسي كان عنده أمنية بإنه يتم دفنه في كاليفورنيا، إلا إنه جين عندها أفكار ومخططات أخرى. تخيلوا إنه بنته جين بتجهز الأوراق اللازمة على أساس إنه يتم أخذ الجثمان يرجعوه على كاليفورنيا حتى يتم دفنه. بتكون المفاجأة بعد ما تاخذ قرار من المحكمة بتروح على منزل دفن الموتى إنه جثمان والدها غير موجود. تخيلوا يا جماعة الجنون، هالزوجة واللي اسمها جين إجت أخذت جثمان زوجها ومباشرة بطيارة على كندا. لعدة أيام جثمان هالرجل موجود في الجليد، هيك هي مزاجها، ما بتعرف شو كان في بالها. بعد هيك بتاخد الجثمان وبتروح على النرويج بتدفنه هناك. أولاده بيكونوا في حالة من الصدمة، والدهم لا عمره راح على النرويج ولا عمره شافها، ليش تم أخذ جثمانه لهاي البلد ودفنته بطريقة يعني قبر صغير جدا في مكان المفروض إنه هو ما بيعرفه ولا شافه. هلا يقال إنه بنته بدأت تطالب بإنه ينعمل بتعرفه أوتوبسي تشريح جثة. ممكن يكون هالرجل كان يتعرض للتسمم أو لغيره على مدى الفترة الماضية. هي تداركت الموضوع ودفنته في بلد آخر. تخيلوا خلال مراسم الدفن بتكون هي وبنتها فقط موجودين، ماخدة معها كاميرا بتصور. الصراحة شيء من الجنون. الآن أولاده بترجع المعارك مرة أخرى بينهم وبين جين. هم بيتهموها إنه هي سبب وفاته لأنه أهملته صحياً، ما كانت تعتني فيه، كانت بدها إياه يموت حتى تورث أمواله. في المقابل هي بتحكي إنه هم اللي رفعوا عنه الأجهزة وهم اللي تسببوا في وفاته حتى ياخدوا أمواله. الله أعلم مين اللي عينه على الأموال، ما بعرف. أنتوا شو رأيكم؟ هم بيرفعوا عليها قضية، في المقابل هي بترفع عليهم قضية، لكن يبدو أنه في النهاية بيتفقوا على تسوية مالية. بالتأكيد هي تسوية مالية. هلا يقال إنه الأولاد غير سعداء بهاي النتيجة، وإنه هم بدهم إياها تكون داخل السجن، بدهم يستعيدوا جثمان والدهم يرجعوه على الولايات المتحدة الأمريكية يدفنوه في المكان اللي هو بده إياه. في كل الأحوال بتصير التسوية. وتخيلوا يا جماعة هالقصر اللي كانت قيمته 43 مليون دولار هو قصر مهجور، ما في ماي، ما في كهرباء، وفقد الكثير والكثير من قيمته المالية. في العام 2021 تم عرضه للبيع مرة أخرى، هالمرة كان مدفوع أو مطلوب مبلغ 37.9 مليون دولار. هلا مين اللي بده ياخد هالفلوس؟ ما حد بيعرف. الطرفين في النهاية اتفقوا على التسوية المالية. في العام 2021 رجعوا عرضوا هالقصر للبيع مرة أخرى، هالمرة قيمته تعادل 38 مليون دولار تقريبا. طبعا التسوية المالية بين جين والأولاد ما تم الإعلان عن تفاصيلها أبدا.
ويمكن تتساءلوا وين جريمة القتل في الموضوع، هل هي رفعت عليهم قضية اتهمتهم فيها بأنه هم قتلوه لما رفعوا عنه الأجهزة، في المقابل هم رفعوا عليها قضية اتهموها بأنه إهمالها له خلال الفترة الماضية هو اللي أدى لوفاته، هم خسروا القضية، هي خسرت القضية. هيك بتنتهي قصتنا لليوم، لكن ما بعرف، حابة جدا إنكم تعطوني رأيكم، هل كان فعلا الخلاف على وجود مثلا هالرجل في حياة زوجته أو حياة أولاده، ولا هو خلاف مادي لا أكثر ولا أقل؟ بالنسبة لجين أنا شبه متأكدة إنه هي هدفها كان مادي. هل الأولاد اللي شوي الواحد بيكون محتار، أو البنات إذا كان هدفهم مادي أو لا؟ ما بعرف شو رأيكم أنتو في هالموضوع، هل كان الخلاف مادي بحت، ولا هو خلاف على إنه كل واحد فيهم بده يعتني في هالرجل الأسطورة؟ كانت هاي نهاية قصتي لليوم، بتمنى تكون عجبتكم، وياريت ياريت لو عجبتكم ما تنسوني باللايك والاشتراك في القناة. إلى اللقاء حبايبي.